أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وصلنا معاكم للفقرة الثالثة والأخيرة. يعني زي ما أندرو كان بيقول قبل الفاصل إن احنا بقينا دلوقتي بنفتح التلفزيون نشوف الأخبار والصراع اللي داير بين إسرائيل وفلسطين وصور الضحايا وصور الأطفال وصور النساء وصور الصعبة اللي بنشوفها. بتفتح السوشيال ميديا تلاقي نفس الكلام، تتكلم مع أصحابك ما فيش موضوع تاني بيشغل دلوقتي عقولنا غير الموضوع ده وغيره طبعا من الموضوعات اللي بتبقى شبيهة لكده. يعني في وسط الأحداث دي كلها، في وسط ما احنا يعني نعتبر معجونين في القضية الفلسطينية وإزاي إن احنا متفاعلين جدا مع إخواتنا الفلسطينيين ومتفاعلين بنبقى حتى لو مش موضوع الفلسطينيين عموما في الأحداث، بنبقى مندمجين جدا في الأحداث اللي بتحصل حوالينا، إزاي نقدر إن احنا نعمل توازن بين اللي بيحصل معانا في الحياة وبين إن احنا نقدر نكمل حياتنا؟ النهارده يسعدنا ويشرفنا وينورنا دكتور مجدي أنور، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك. منور يا دكتور، صباح الخير. صباح النور. أهلا بحضرتك. السادة المشاهدين أهلا وسهلا بيك يا دكتور. يعني في وسط الأحداث اللي احنا بنمر بيها كلها، في وسط الحاجات الصعبة جدا اللي بنشوفها خصوصا الأيام دي، صور الأطفال صعبة جدا يا دكتور، إن أنت تفتح مثلا تلاقي طفل بيصوت، طفل بيعيط على مامته، طفل مليان دم، بتلاقي حاجات كتيرة جدا. حتى الصور بتاعة المنتجات بقت بتتصور إن هي كلها دم، وبقينا بنشوف حاجات صعبة جدا. إزاي إن احنا نقدر مع التفاعل زي ما قلت من شوية، مع التفاعل وإن احنا يبقى قلبنا مع القضية أو مع اي حاجه مشابهه للموضوع ده، وان احنا نبقى محافظين على توازننا النفسي؟ الحقيقه هو سؤال مهم، وطبعا في توقيت مهم جدا. الموضوع محتاج مننا نوع من اليقظه العقليه، اني انا بشاهد الامور، ان كنت انا بتعاطف معاها نفسيا لكن لازم اسيب لنفسي جزء حاجز ان الامور دي ما تكونش بتاثر عليا في الداخل. فأنا محتاج يقظة، إن أنا بعيش النهاردة أرض واقع وبتفرج على مشاهد، المشاهد مؤلمة جدا ومتعبة جدا ومزعجة، إلا أني أنا محتاج أكون بحافظ على هدوئي، على سلامي، بتحكم في نفسي وفي المشاهد اللي أنا بتفرج عليها، ومش ضروري إن أنا أقعد طول الوقت قدام التلفزيون، لكن المفروض إن أنا بغير المود بتاعي بأمور تانية بناءة في حياتي، لأني أنا ليا حياتي كمان الشخصية وظروفي، إن كانت في العمل في البيت مع أولادي. فأنا عايز أقول إني أنا مش هقعد الوقت كله قدام الشاشات بتفرج على مشاهد، لأني الإنسان لما العقل الباطن بيتملي بالمناظر دي بيحصل عنده اضطرابات نفسية وانزعاجات وانفعالات. فيكفي إني أنا بعرف الأخبار يعني على مدار الساعة مثلا كل مرة أو مرتين يعني خلال اليوم، لكن غلط قوي ان انا اقعد قدام الاحداث دي الوقت كله، لان ده هيسبب لي انزعاج نفسي وهيسبب لي متاعب نفسيه. فالمفروض ان انا ما كنش بقضي كل الوقت بالصوره دي. انا محتاج اطلع من الدوائر دي، وفي نفس الوقت خليني اقول برضو الانسان المفروض تبقى علاقته مع ربنا ده مهم جدا، وده جزء اساسي. صحيح. مفيش احداث بتحصل غير بسماح من ربنا، فان طبعا. كان ربنا سامح بدوت اكيد انه للخير. فلو أنا ابتديت أبص بنظرة إيجابية للمواقف وللأمور، مش هتحصر جوه المشاهد، لأن الموضوع مش المشاهد بس، لكن المشاهد دي مرتبطة بأحداث ومرتبطة كمان بنتائج هتحصل على الأرض في وقت ما. فغلط إن أنا أتحصر بقى في اللحظة الحالية في الوقت ده، لكن أنا مفروض أكون منفتح على الوقت اللي جاي، منفتح على الأفكار عموماً وعلى حياتي العامة، مش الجزء الخاص ده. فالواحد لما بيتحصر في مشكلة بتمثل عنده خلاص أزمة وبيبقى خلاص عاشها. يعني احنا دكتور أول ما بنشوف مثلا حاجة زي دي بتلاقي الناس غيرت بسرعة صور البروفايل، عاشت مع القضية، فيديوهات 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 طول الوقت، وتحس ان هو كأنه واجب عليا ان انا لازم انزل حاجات دي عشان اوضح للناس ان انا متفاعلة مع الموضوع. طب اعرف ازاي مثلا ان انا فعلا اتأثرت نفسيا من كتر ما عايشة في الموضوع، اعرف ازاي ان انا اتأثرت نفسيا واعمل ايه؟ بمجرد ما الانسان بيتفرج على المشاهد دي هتلاقيه جاله حالة من الاكتئاب، ابتدى يكون بيبان عليه علامات الحزن،
وفي اضطراب نفسي، وهتلاقي كمان في النوم بتاعه في انزعاج، ما بقاش نايم في سلام في هدوء في استرخاء. فكل دي علامات. هتلاقي الحالة لما بتتطور شوية ممكن تلاقي حد مش قادر ياكل، معدته كده قفلة قفشة. ففي مجموعة من اضطرابات بتأثر على الإنسان، بتوضح إن الشخص ده ابتدى يتأثر بالحالة دي. طبعا بتترجم على طول بأحلام وكوابيس. فكل دي علامات بتدل إني أنا كده في وضع مش صح. فلازم يكون عندي اليقظة إن أنا أطلع من الدايرة دي، ما أحصرش نفسي فيها، وخصوصا إذا كان الشخص ده أصلا شخصية حساسة مش بتستحمل الضغوط. فإن كان مش بيستحمل الضغوط فيكون في أقل الحدود بيقدر يكون بيقعد قدام حالات زي دي. مش شرط بقى أن أنا أتفرج، لكن أنا ممكن أسمع بيحصل، يعني أبقى متابعة من بعيد بالظبط. فمش مش ضروري أن أنا أقعد وأتفرج على المشاهد اللي بتأثر عليا بطريقة سلبية. فإذا كنت أنا عارف أن أنا حد مش بيستحمل المناظر دي والضغوط دي، مش صح أن أنا أتعرض ليها. فدي كلها يعني حاجات تعتبر وقائية عشان الإنسان ما يدخلش في حالات يعني نفسية ومرضية. طب وفرض اندمجت قوي لدرجة أن أنا ما بقتش قادرة أخرج من الحالة اللي وصلت ليها، إمتى أروح لدكتور نفسي؟ لا، بمجرد ما كلمة اندمجت ومش عارف أخرج يبقى على طول كده محتاج أروح لدكتور. ياه. طبعا، لأني أنا كده حطيت نفسي، عرضت لنفسي لخطر. زي ما أقول يعني مثلا حد يعني اتعرض مثلا لجو مش مناسب بالنسبة له، فاتسبب له في دور برد، فكده خلاص دخل انه جاله دور برد فمحتاج علاج. يعني الدكتور النفسي مش عيب؟ لا طبعا، الدكتور النفسي عمره ما كان عيب. احنا مجتمعنا صعب. انا اصارح الناس مثلا ان انا رايح لدكتور نفسي، لا ده لا انا كويس انا فيش حاجه، واضغط اضغط فوق الضغط اللي انا ضغطته على نفسي قبل كده. كل ما هو محتاج علاج دوائي اسمه مرض، سواء كان بقى نفسي او عضوي، الاثنين واحد. فما دام الانسان وصل لمرحله ان هو محتاج دواء، يبقى معناها ده كده دخل في مرحله مرض ومحتاج علاج دوائي. بس انا عايزه اقول بالنسبه لنا احنا كعلاج سلوكي او علاج نفسي، فطبعا المفروض ان اللي بيجي لنا بدري بمجرد ما يبتدي يشعر بالاعراض ممكن ما يحتاجش ادويه، ممكن تبقى الموضوع عباره عن جلسات فضفاضه يعني. بس الجلسات تعتبر تعديل سلوك عشان اقدر اغير بيها التفكير بتاعي. أيوة. اني بفكر بطريقه، فبيبتدي الشخص اللي بيساعده في تعديل السلوك ان هو يكون بيخليه يفكر بطريقه مختلفه. بدل ما الشخص محصور في حته معينه بيكون بيبتدي يوجه نظره انه ينحصر في حته تانية، فبيطلع من دايره الضغوط اللي هو فيها بفكر جديد. الفكر الجديد بيغير اتجاهاته وبيغير النتائج والمود بتاع حياته بصفه عامه. فدوت جزء أساسي، إن طبعا بمجرد ما حد يلاقي نفسه اتأثر بالأمور بطريقة سلبية ومش قادر يخرج والمشاهد قدام عينيه ومش عارف ينام، مسببه له اضطراب نفسي، مسببه له قلق خوف، على طول المفروض يلجأ لمتخصص عشان يقدر يكون بيساعده قبل ما يوصل بقى للمراحل الدوائية يعني. طب يا دكتور، يعني من هنا أفهم مثلا إنه أنا ممكن لو اتكلمت أو خرجت اللي جوايا هبقى أحسن، المهم ان انا اختار انا هحكي مع مين يقدر يديني ارشاد صح. هو الفكره مش اني خرجت اللي جوايا بس، انا خرجت اللي جوايا ولقيت حل بديل، فكر بديل، طريق مختلف. ايوه. لكن كتير قوي، ما هو دي المشكله اللي بيقع فيها ناس كتير، ان ممكن واحد بيفضفض مع اي حد. ايوه. بس لاي حد دوت ما ادالهوش الحل السليم اللي يخرجه بره الدايره اللي هو فيها، فهيقعد يحكي وبلا نتيجه. أيوة. لانه ما لقاش حل. لكن المتخصص بيقدر يديله حلول بديلة وبيخليه يركز في اتجاهات مختلفة عن الفكر اللي هو جواه، فبتبتدي الدنيا هنا بتختلف معاه وبتتغير معاه، انه بيفكر بطريقة مختلفة بيكون بيغير اتجاهه، فبالتالي بيغير النتائج اللي هو واصل ليها يعني. فده الفرق. صحيح. طيب وجود الأطفال بقى في المكان عموما، يعني وانا فاتحة التلفزيون كده والأطفال والولاد حوالين الأم مثلا أو الأب، لأن طبعا يعني الأبهات أو عموما الرجالة بتبقى متابعة أكتر للأحداث أكتر من الستات كمان يعني في الوقت ده، فإزاي إن مثلا الأطفال أبعدهم إزاي ما هم موجودين حواليا؟ برضو كولي أمر المفروض هو بيراعي إن في أطفال موجودين، والأطفال دي هتتأثر جدا بالمشاهد دي وهتسبب عندهم حالات من الاضطراب النفسي والخوف الغير عادي.
فكولي امر المفروض ان انا مسؤول عن سلامه ابني، فالمفروض ان انا براعي الجزء دوت، ما بخليش اطفال تعيش الجو ده اصلا، ده مش صح. فالمفروض اني هنا كاب المفروض يستخدم ذكائه وحكمته، يا اما قاعد في مكان وحده، يا اما الاب دوت في اقل الحدود بيكون بيتفرج على المشاهد دي بحيث ما يكونش الاولاد موجودين في الوقت ده. طب والموبايل؟ نفس القصه، نفس القصه. يعني عايز اقول تقنين كل شيء لمصلحه الاولاد، لاني من يعني من اكتر المشاكل اللي بتحصل هنا او رد الفعل المباشر هيبقى بالنسبه للطفل اكتر من الكبير. الكبير بيقدر يفكر بطرق مختلفه وده متاح بالنسبه له، لكن الطفل بيتحصر في المشهد وبيشعر بعدم الامان لان هو مش دارك ابعاد الامر. فهنا بتبقى المشكله عند الطفل اكتر ما بتبقى مشكله عند الاب والام كناس ناضجين وكبار. وبتبقى برضو فروقات فرديه بين حد وحد، يعني في حد ممكن يحتمل انه يتفرج، حد تاني لا ممكن ما يحتملش. في الاطفال نفسها؟ حتى في الكبار، يعني في ناس كبار عايز اقول اعصابهم بتبقى مش مستحمله اصلا. صحيح. يعني بتنهار جدا من مشاهد ومواقف ومناظر زي دي. طبعا. فدول المفروض ما يتعرضوش لده خالص. يعني طب فكره ان انا مثلا عايزه اشاركهم معايا عشان يبقوا وطنيين بقى وان هم يبقوا حاسين باللي بيحصل حواليهم، ده في ناس انا بشارك بالكلام لكن مش بصور ومشاهد تاثر على الطفل بطريقه سلبيه. فحلو ان انا ادي للطفل ثقافه، الثقافه بالكلام لكن مش بالمشاهد والصور اللي تسبب له ازمه نفسيه وتسبب له في امراض نفسيه. اللي توصله لمرحله عدم الامان، فطبعا ده مش مظبوط. طب افرض طفل اتعرض للحاجات دي وتاثر نفسيا فعلا، يكون التصرف ازاي؟ على طول لازم اتوجه لحد متخصص تعديل سلوك يقدر يتعامل مع الطفل دوت على اساس يكون بيخرجه. واعرف منين طيب اصلا؟ برضه هيبان على الطفل انه يعني ممكن تلاقيه نايم بيقوم يصرخ. هتلاقي الطفل دوت من التاثير بتاعه بيعيط. هتلاقي التاثير بتاعه ان هو ماسك في باباه وفي مامته وخايف. ايوه. فهلاقي في مظاهر كتير على الطفل بتوضح ان الطفل ده اتاثر بالمواقف والمشاكل دي، في حاجه طبعا مش مظبوطه. الطفل بطبيعته هتلاقيه على طول بيعبر انه خايف. فلو لقيت الطفل في المرحلة دي ابتدي الأول أنا أطمنه، ولو لقيت الموضوع لا مش نافع أن أنا أطمنه ومش متقبل يبقى لازم أتوجه على طول لحد متخصص. منصات التواصل الاجتماعي يا دكتور والفكرة أن احنا بقينا منفتحين على العالم بشكل زيادة، حتى مش خالص في مشاهد العنف، ممكن في حاجات تانية كتير جدا الناس بتتعرض لها سواء كبار ولا صغيرين. التحكم أن أنا ده ما يأثرش في حياتي وان انا افضل يعني محافظة على توازني النفسي وحياتي العامة عموما، ده نعمله ازاي يا دكتور؟ تقنين الاوقات اللي بيقعدها الشخص على السوشيال ميديا، تنظيم الوقت ده بيساعد الانسان انه ما يتحصرش في دايرة معينة. ده طبعا بيبقى راجع لان يعني الانسان ده عنده يقظة فاهم بيعمل ايه، فالمفروض ان انا ببتدي ارتب اولوياتي بحيث ان ما يكونش شيء على حساب شيء وما يكونش شيء بيأثر على شيء بطريقه سلبيه. ايوه. وانا كشخص المفروض يبقى عندي يقظه، يعني ايه الشيء اللي بيفيدني وايه الشيء اللي بيضرني، وانا عارف امكانياتي ايه. يعني انا عايز اقول لو انا عارف ان انا مش قد ان اتحط في مواجهه او في مشكله او في موقف صعب فانا بتحاشى ده، زي ما مثلا ممكن حد مش من النوع اللي بيحب يرد لانه مش قد المواجهه وهو كشخصيه طبيعيه بعيد خالص عن السوشيال ميديا. أي. ففي الوقت ده هتلاقي ده الشخص ده بتلقائيته ما بيواجهش. في شخصيه تانية عندها القدره على المواجهه بس ده بيتاثر نفسيا، الشخصيه الاولى اللي حضرتك بتتكلم عنها. طبعا طبعا بتتاثر، بس الفكره هنا ان الشخص اللي بيتاثر دوت اوريدي ما بيدخلش في المواجهات، فهو عارف امكانيات نفسه. ده فروق فرديه يعني. طبعا هي فروق فرديه بين شخص واخر، فلو واحد عارف نفسه ان هو مش بيستحمل المواقف دي اكيد ما يعرضش نفسه ليها اصلا. فيكفي ان هو يسمع الاخبار يعني من بعيد قوي، يعني حتى لو بيسمع شريط بيقرا الشريط اللي هو موجود تحت. أيوة. في القناه من غير ما يتفرج على مشاهد، يعني لو هو انا مشغل فيلم بس في شريط شغال تحت بيقول الاحداث ايه،
فانا قاعد يا دوب اقرا الشريط اللي تحت لمجرد ان يبقى ملم وبس. بالظبط، عندي المعلومه لكن انا مش عايش جواها. ففي فرق. فعايزه اقول هنا ان الشخص هنا ادرى بامكانياته. ففي حد مثلا عايز يعيش التفاصيل قوي وعنده امكانيه انه يعيش التفاصيل قوي، يعيش، دي امكانياته. بس انا عايز اقول حتى الشخص اللي عنده الامكانيات انه يعيش التفاصيل قوي ده بيأثر عليه هو كمان نفسيا مهما كان ولو بنسبه. صحيح. بس طب دكتور نتصرف ازاي بقى في نقاط سريعه كده؟ سوري، نتصرف ازاي في نقاط سريعه ان احنا نتبعها خلال الفتره دي؟ المفروض ان انا بقنن وجودي قدام السوشيال ميديا. انا يكفي ان انا بتابع الاحداث والاخبار، ده كفايه قوي بالنسبه لي. وبعدين ما عرضش ولادي للمشاهد دي، ولو حد معايا في البيت برضو مش بيستحمل المشاهد دي يجب ان انا اكون براعي ده، بحيث ان انا ما كنتش بتسبب في اذى او ضرر لحد من افراد الاسره. مفيش داعي كمان يعني اني اقعد طول الوقت بتكلم عن الاحداث دي. فالمفروض ان انا بقنن كل ده، لاني انا مش كل حياتي في الجزء ده، في امور تانية في حياتي المفروض ان انا بتعايش يعني لو معها. موهبة، لو حاجة ممكن انميها في الوقت ده. طبعا طبعا هخرج من الحالة دي في حياتي العملية وحياتي العادية، بحيث ان انا ما اتحصرش في الدايرة دي. فاقدر اكون بحافظ على سلامة نفسي وسلامة الاسرة. يعني يا دكتور احنا بنشكرك جدا بجد، ويعني اتمنى ان الناس تنفذ النقاط اللي حضرتك قلت عليها، لان احنا عايشين جدا جوه الموضوع. بس يعني زي ما حضرتك قلت ان احنا نخرج نفسنا بقى، يعني نبقى ملمين بس مش عايشين جوه الموضوع. ما نتحصرش جوه الدايره دي عشان ما يكونش في نتائج سلبيه علينا وعلى اللي حوالينا. صحيح. نورتنا يا دكتور، انا بشكر حضرتك جدا. دكتور مجدي انور، استشاري الصحه النفسيه وتعديل السلوك، حضرتك نورتنا يا دكتور. ان شاء الله نستمتع بلقاءات تانية مع حضرتك. شكرا لحضرتك، تشرفت بيك. تشرفنا بيك يا دكتور. شكرا. مشاهدينا كده خلصت حلقتنا، ونشوفكم في حلقه جديده من صباح مي. الى اللقاء. هذا البرنامج برعايه